السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة زي ما انتم متعودين منه. طبعا وصفاتنا سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة في كل بيت، يعني بمعنى اصح مش هتكلفنا اي حاجة. وصفاتنا سهلة خالص وان شاء الله سهل ان انت تقومي تعمليها دلوقتي حالا. النهاردة هنعمل وصفة كويسة جدا باذن الله، خلال يوم واحد بس هيبان معاك النتيجة، يعني بمعنى اصح خلال 3 ايام هتنزل منطقة البطن، هتنحف لك الجوانب، هتنحف لك منطقة البطن، هتنزل كل الدهون والترهلات اللي موجودة في قلب البطن. وانتوا طبعا عارفين ان دي مشكلة اي بنت، واي بنت بتعاني منها، يعني ناس كتير محتاجة ان هي تعرف وصفة زي ديت. يا ريت تشيروا الوصفة علشان ناس كتير تستفاد من الوصفة بتاعتها. والوصفة دي طبعا اكيد اكيد ان هي هتجيب معاك نتيجة فعالة خلال 3 ايام، وان شاء الله هتكتبيلي في الكومنتات. وان ما جابتش معاك نتيجة اكتبيلي وقولولي ان هي ما جابتش معاك نتيجة، تمام؟ يلا بنات كده نسمي الله ونعمل لايك للفيديو. عايزه لايكات كتير للفيديو، عايزاك توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات، وزي ما قلت لكم شيروه علشان ناس كتير تستفاد من الوصفه بتاعتنا وتعرف الوصفه بتاعتنا، تمام؟ يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهارده ونشوف المكونات عباره عن ايه. مبدئيا كده يا جماعه احنا هنعمل الحشو الاول اللي احنا هنعمله في الوصفه بتاعتنا. الحشو ده عباره عن ايه؟ هقول لكم. هنعمل حشو عبارة عن مجموعة مواد حرقة للدهون، يعني حاجة هتنسف معاك الدهون، يعني تقدر تقولي كده ان هي يعتبر ماكنة حرق متكونة في مجموعة اعشاب، تمام؟ تعالوا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ بأول حاجة. انا معايا نص معلقة صغيرة خالص، هنعمل كمية صغيرة، وحابة انت تضعف الكمية ضعفي. نص معلقة من القرفة او الدرسين، تمام؟ ده نص معلقة. طبعا انتوا عارفين القرفة وفوائد القرفة، لها فوائد رهيبة جدا في حرق الدهون. بعد كده معايا برضو نص معلقة صغيرة، ده يا جماعة نص معلقة صغيرة من الزنجبيل البودر. طبعا يا جماعة انا حطيت مكونين اتنين، المكونين الاتنين دولت لهم سحر رهيب في حرق الدهون، يعني تقدر تقول على المكونين دولت ده اكتر حاجة في الوصفة بتاعتنا هتحرق معاك الدهون، يعني يعتبر كده ماكنة حرق شغالة. دي اول مكونين. بعد كده هنعمل ايه معانا؟ ربع معلقة صغيرة برضو من الكمون، ده يا جماعة الكمون المطحون برضو معايا. ايه اخر مكون معايا اللي هو برضو نص معلقة صغيرة من الكزبرة، كزبرة برضو المطحونة، تمام كده. هناخد المكونات بتاعتنا زي ما قلت لكم، حابين تضعفوا الكمية ضعفوا، انا بعمل كمية بسيطة وانتوا براحتكم بقى، لو انتوا حابين تضعفوها ضعفوا. شايفين الاربع حاجات ديت؟ ناس كتير هتستغرب بتقول طب الكزبرة بتحرق الدهون، هقول لك الكزبرة كويسة جدا وصحية جدا، هتنزل معاك الدهون وهتنزل معاك المية المحبوسة في الجسم. ناس كتير بتبقى عندها كمية مية محبوسة في جسمها، الكزبرة دي يا جماعة ده صحية جدا جدا، بتنقي السموم من الجسم وبتنزل معاك المية الزايدة اللي في الجسم، تمام؟ يعني الوصفة دي كلها مكملة بعض، مجموعة وصفات بقى أو مجموعة أعشاب ما شاء الله. يعتبر كده زي ما قلتلك هتعملي الوصفة اللي احنا عملناها ديت خلال يوم واحد بس، كمان هيبان معاك النتيجة كويسة جدا. بعد كده هنعمل ايه؟ معانا معلقة خل تفاح بالشكل ده كده، هنحاول ان احنا ايه زي ما قلت لكم خد على قد الكمية الاول، لو حسيت ان انت محتاجة ممكن تزودي. عندكش خل تفاح ممكن برضو تاخدي خل ابيض، ده هي يعني ايه، هي حسيت كده ان هي جت كتير، بقى يدوبك مظبوط. ده كده معلقتين، معلقتين خل تفاح على الكمية اللي انا حطيتها دي بالشكل ده كده، حبة كمان صغيرين يعني سنة بسيطة كده. حاولي ان انت يعني ايه ما ترتبطيش بالمقدار، حاولي ان انت يعني ايه تبقى انت مع اللي اهو لغاية ما تكوني كده عجينة، حاولي ان انت تبقى معاها بالمقدار، تمام؟ يا دوبك كده هي بقت حلوة اوي مظبوطة. دلوقتي معانا ايه؟ احنا كده دلوقتي جهزنا الحشو. معايا دلوقتي الجبنه، تمام؟ دي يا جماعه الجبنه النستر، دي يا جماعه معايا الجبنه هي ده جبنه مثلثات. اي نوع جبنه عندك استعملي اي نوع، مش يعني مش شرط ان انت تستخدمي نوع معين، بس اهم حاجه تكون جبنه مثلثات زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده.
اي نوع متوفر عندك بقى. تمام، احنا دلوقتي هناخد ايه، هناخد قطعه الجبنه بالشكل ده كده وهنفتحها ده كده يا جماعه، قطعه الجبنه اهيت معايا. تمام، فانا دلوقتي هنعمل ايه، هنقوم ماسكين قطعه الجبنه كده اهوت وهنقوم فاتحينها اتنين بالشكل ده كده. ده كده تمام. النص التاني هسيبه، والنص دوت هنعمل فيه ايه، هنقوم واخدين الحشو بتاعنا وهنقوم حاطينه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، مش هنكتر ولا حاجة علشان ايه نقدر ان احنا ناكله. بس ثانية اهوت، شايفين عملتها ازاي. هقوم جاية بعد كده واخدة قطعة الجبنة التانية اهو شايفين، وهقوم حطها عليها كده اهوت. هنحاول بس ان انا اقفلها كده اهوت، اهم حاجة تكون مقفولة بس. يبقى بالشكل ده كده تمام. ده كده يا جماعة بالشكل ده كده، شايفين القطعة انا فتحتها اتنين وحشيتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. سهل قوي وسهل ان انت تعملي وكل الحاجات او كل الاعشاب اللي احنا عملناها حاجه مضمونه وحاجه طبيعيه، مفيش حاجه ان هي مثلا اسمها ان هي تضر او تتعبنا او الكلام ده كله، لا كل الحاجات اللي احنا عملناها ديت ده كلها حاجات حرقه للدهون وتنزل معاك الدهون بطريقه كويسه جدا جدا وفي اقل وقت. طيب هنستخدمها ازاي؟ احنا كده خلصنا، انت ممكن تعملي كم قطعه كده كل يوم، تاخدي منهم قطعه وتحطهم عندك في التلاجة، يعني ممكن تسيبهم حوالي 3 4 ايام عندك في التلاجة كل يوم، يعني وقت العشاء بتقوم واخده قطعه زي دي، يعني بمعنى اصح دي هتكون بديل وجبه العشاء عندك. لو انت حبيتي مثلا تقول لا ده دي مش هتشبعني او ديت هجوع ولا حاجه، هتاخدي مثلا ممكن تاخدي قطعه جبنه قريش تعشي بيها علبة زبادي او ممكن طبق سلطه خفيف كده، وبعد كده هتاخدي قطعه الجبنه ديت. على المهم الجبنه ديت يا جماعه دي هتحسسك بالشبع، مش هتخليك ان انت جعان، يعني ممكن ان انت تستغني عن الحاجات اللي احنا بنقولها ديت، يعني بمعنى اصح دي هتزود معاك معدل الحرق، هتخليكي دايما جسمك بيحرق طول ما انت نايمه جسمك بيحرق. يعني ان شاء الله دي هناخدها كده قبل ما بننام، يعني ساعه وجبه العشاء كده عند ما تحسي ان انت محتاجه ان انت تتعشي. طبعا بنتعشى قبل ما ننام بكام ساعه علشان ما ينفعش ان احنا ناكل وننام، فاحنا ان شاء الله هناكل قطعه الجبنه ديت وبعد كده هنشرب وراها كوبايتين ميه كبار وخلاصي. وقت ما تحبي تنامي تنامي براحتك خالص، بس المهم عندي ان انت تاخديها قبل النوم. بس المهم يا جماعه الناس اللي هي الحوامل ما بتاخدش الوصفه اللي احنا عملناها ديت تبعد عنها خالص. تمام كده، وده كان الفيديو بتاعنا او الوصفه بتاعتنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله واستفدتوا منها ولو بمعلومه بسيطه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.